تحق بنا في البلاطو الدكتور سهيل بوبيا، أخصائي جراحة صدرية. مرحبا بك دكتور. شكرا. مرحبا. اليوم موضوعنا موضوع مهم، هو سرطان الرئة. أولا نعطي واحد المفهوم على هذا السرطان. شكرا بعد الاستقبال وعلى هذا الموضوع المهم، لأن سرطان الرئة هو السرطان اللي تقيس أكثر عدد المرضى في العالم، تقيس 1.6 مليون شخص في العالم، وهذا سرطان الرئة هو اللي تقتل أكثر الأشخاص في العالم بمرض السرطان. وهذا سرطان الرئة تكون على هو ورم تكون في الرئة ويمكن له ينتشر في الجسم كامل. واللي صعيب فيه بأنه ما تنحسوش به في الأول، يعني سرطان صامت غادي نسميوه. نعم هذا هو اللي صعيب فيه. هنا دكتور نبغيو نمشيو نتكلموا شيئا ما على الاسباب ولا المسببات ديال هذا السرطان الرئه. واش كاينه عوامل داخليه اولا كاينه عوامل خارجيه واللي كتكون سبب في الاصابه بهذا المرض هذا؟ العامل الاساسي في سرطان الرئه هو التدخين. داكور. 95% تاع الناس اللي مقيوسين بسرطان الرئه هو السبب هو التدخين. لذا احسن يمكن غادي نسبقوا الاحداث، احسن علاج ووسيله لتفادي سرطان الرئه هو الاقلاع عن التدخين والتوقف عن التدخين. نعم، وهذا هو اللي كنظن مازال المدخنين واخا كيعرفوه مازال ما بغاوش يحبسوا ومستمرين في التدخين ديالهم لمجموعه من الاسباب. حنا اليوم دكتور غادي نتكلموا اكثر، بما انك ذكرتي التدخين غادي نسولك واش التدخين هو السبب الوحيد اللي كاين وراء ظهور هذا سرطان الرئه ولا كاين اسباب اخرى مجاوره؟ التدخين هو السبب الرئيسي، وكاين التلوث تاع الجو، وكاين بعض المرات كاين الناس اللي عندهم واحد بريديسبوزيسيون باش يكون عندهم هذا السرطان تاع الرئه. مازال ما عارفينش الاسباب لهاد لي بريديسبوزيسيون جينيتيك، ولكن خاصه ملي تيكون التدخين زائد تلوث زائد لي بريديسبوزيسيون جينيتيك تيكون سرطان الرئه. واش نقدروا نقولوا هنا دكتور ان الناس مثلا اللي عندهم واحد العمل اللي دائما معرضين مجموعه من المواد الكيماويه، كيخدموا في مجموعه من المعامل اللي كل نهار كيتعرض لواحد الرائحه مثلا اللي المصدر ديالها كيماوي، واش هاد الناس كيكونوا حتى هما اكثر عرضه للاصابه بالسرطان؟ هما اكثر عرضه من الناس اللي يكونوا خدامين بحال دابا في واحد الهواء الطلق او في واحد البيرو، تيكون اقل تعرض مع دوك الناس يكونوا معرضين لاسباب كيماويه. كاين اسباب معروفه ومن بعد يمكن له يتعتبر هذا المرض ك مالادي دو ترافاي، مرض تاع العمل. ولكن تنرجع عاوتاني راه التدخين هو السبب الرئيسي اكثر من 95%. نعم، يعني تاكد على هذا القضيه. نعم، يعني حنا غنمشيو للحل قبل ما ندوزوا للاسباب او التشخيص او العلاج. نحيدوا التدخين راه غادي نتفاداو بواحد الشكل كبير الاصابه بسرطان الرئه. نعم دكتور، تكلمنا على الاسباب، نبغيو نتكلموا شويه على الاعراض. الاعراض تاع سرطان الرئه ملي تيبداو الاعراض في غالب الاحيان تيكون سرطان الرئه وصل لواحد المرحله متقدمه. هذاك الشيء علاش هو سرطان صامت. الاعراض تيكونوا عند شي واحد مدخن اللي دخن اكثر من 20 عام وعنده اكثر تقريبا 45 ولا 50 عام. هاد السيد ولا السيده اللي تيكون عندها هاد العمر وهاد السن تاع التدخين تيكون عندها ديما تتحب في الصباح، ديما عندها تتخرج بعض المرات تنسميو حنا باللغه ديزيكسبكتوراسيون، تتخرج واحد الكحبه شويه عامره. ولكن الا مشات هذيك الكحبه ما زادت شويه خص ولا بدا تشوف الطبيب ديالها للتشخيص. هذه اولا. ثانيا بدات تنخم الدم، الا بدا عندها شي الام في الصدر خصها تشوف الطبيب ديالها. اذا هذاك الشيء علاش يكون التشخيص صعيب، حيت يكونوا الناس بعدا عندهم واحد المرض وهو مرض التهابي في القصبة الهوائية. دونك تيكون عايش به واحد 10 سنين، تجي شي حاجة زايدة تيقول بأنه عادي، ولكن ماشي عادي، تيكون عنده بعض المرات سرطان الرئة بلا ما يعرفها. هذاك الشيء علاش التشخيص ديالو تيكون صعيب. وأحسن طريقة اليوم للتشخيص هو الواحد يمشي للطبيب ديالو ويدير اللي تنسمو سكانير تاع الصدر، باش نعرفوا واش هذاك المرض كاين ولا لا في مراحل جد مبكرة قبل
منتشر. نعم هذه النقطه دكتور اللي بغينا نركزوا عليها اليوم هو المرحله ديال التشخيص. كنظن هذه المرحله المفصليه في هذا الموضوع كله هي اللي كتخلي واحد الانسان انه يبدا العلاج ديالو اولا كتقولوا ليه راك جيتينا معطل كيف ما كنقولوا دائما في الدارجه ديالنا. هنا اليوم غادي نبغيو نعرفوا اولا التشخيص عند واحد المدخن, يعني واحد الانسان اللي هو كيدخن هذه 10 سنين ولا 15 عام ولا 20 عام واخا ما يحسب حتى شي حاجه فوقاش خصو يمشي يدير هذا التشخيص؟ نورمالمون واحد السيد اللي تيدخن اكثر من 20 عام خصو يمشي عند الطبيب ديالو مره في العام. داكور هذه ما خصو يكون باش اولا الطبيب ديالو يقلبو وثانيا الطبيب ديالو الا تزاد شي حاجه اللي هو المريض ما تيفكرش فيها يمكن له يطلب ليه اللي قلت لكم قبيله. اهم حاجه هو السكانر تاع الصدر. والسكانر تاع الصدر اليوم موجود في المغرب كامل وكاع المستشفيات تاع الدوله تتمنح هذا السكانر تاع الدول المتطوره. تتقوم دابا بواحد الحملات بحال اللي كنا تنديروا حنا بالنسبه لمرض السل, تتمشي عند واحد لا بوبولاسيون اللي تيكون عندهم اكثر من 50 عام وتخنوا اكثر من 20 عام تدير لهم سكانير ديريكتوم. نعم هو اللي تسمى ديبيستاج تاع لو كونسير دو بومون. هذا الشيء هو اللي كاين دابا جديد باش يمكن لنا نشخصوا هذا المرض في مراحل متقدمه ويمكن لنا نداويه باكبر حدود باش إبراء نهائيا. نعم. دكتور ما كرهناش نتعمقوا اكثر في التشخيص. نعم التشخيص ملي تنديروا واحد السكانير تاع الصدر ولا سكون ابل سكانير توراسيك خصنا من بعد ناخذوا واحد العينه من هذاك الورم وهذيك العينه لهذاك الورم يمكن لنا ناخذوها بطرق مختلفه. اول طريقه اللي خصها ولا بدا الدار هي لا فيبروسكوبي برونشيك المنظار تاع لي برونش باش نشوفوا واش يمكن لنا ناخذ واحد العينه من هذاك الورم. الا كان هذاك الورم شويه بعيد وما نقدوش ناخذوه بهذاك لا فيبروسكوبي يمكن لنا نديرو دي بيوبسي اما بالسكانير نيت او لا بليكوغرافي باش نعرفوا بان نوع من سرطان الرئه كاين. ملي تيكون عندنا هذا التشخيص خصنا ولا بدا نعرفوا اين مرحله وصل ليه هذا المرض وهذا المريض. واذا خصنا نديرو واحد لي راديو زايدين اللي كاينين وتيقولوا لنا بالضبط واحد 90 حتى 95% فين وصل هذا المرض وهما تيب سكانير اللي تيدار في الدار البيضاء في الرباط في مراكش في المدن الكبرى في المغرب اللي كاين دابا. نعم. في المستشفيات في المستشفيات الكبرى الجامعيه زائد ليغام تاع الراس ليغام سيريبرال باش نشوفوا هذاك الورم وهذاك المرض واش باقي محدود غير في الصدر وفي الرئه او مشى لاعضاء اخرى والاعضاء المهمه اللي تمشي لهم هو الراس هو الكبد هما لي سيغينال وهو العظم. دونك يمكن لينا مالوغوزمون بعض المرات ما تنديرو تشخيص حتى تيوصل لهذه المرحله بانه مشى لبلاصه واحده اخرى. ودرنا بحال درنا بزاف تاع لي زيتود في المغرب مالوغوزمون في المغرب ما تنديرو تشخيص في اكثر من 75% حتى تيوصل لهذه المرحله اللي تنسميوها بحال اللي تيقولوا المغاربه داع ميتاستاتيك. دونك من الافضل اذا تنعاود نقول المريض السيد المريض اللي تيحس براسو تخير عنده اكثر من 45 عام ملي كما اكثر من 20 عام يمشي عند الطبيب ديالو باش يقلبو باش يطلب ليه سكانير توراسيك باش نشوفوا هذاك الشيء قبل ما توصل واحد المرحله اللي تتكون شويه صعيبه في متاخره. نعم. دكتور تكلمتي في الحديث ديالك وفي التقديم ديالك لهذا الموضوع هذا ان كاين مجموعه من الانواع ديال هذا سرطان الرئه ولا مراحل مختلفة ديال سرطان الرئة بغيو نتعرفوا عليها كلها باش من بعد نقدروا نتكلموا ايضا على العلاج على حسب كل مرحلة. اجماليا كاين اربعة المراحل في سرطان الرئة. نعم كاين المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة. المرحلة الأولى اللي تسميها ستاد 1 تتكون هذيك الورم أقل من 3 سنتيمتر وتيكون ما قايش شي حاجة واحدة أخرى. المرحلة الثانية تيكون الورم شوية أكبر ما بين 3 حتى 5 سنتيمتر دونك وما قايش شي بلايص واحد اخرين يمكن له المرحله الاولى والثانيه تنعالجوهم بواحد الطريقه يمكن لنا نهضروا عليها من بعد. نعم. ابتداء المرحله الثالثه تيكون هذا الورم قاس اللي تنسميوه لي غونغليون سافي سيستيم لنفاتيك تمشي لنفاتيك تيكون اصعب في العلاج يمكن شي خلايا مشاو كاع للجسم ولكن مازال ما شناهمش. والمرحله الرابعه هي المرحله فاش يكون انتقالي مشى ولا ميتاستاتيك وهي اللي صعيبه بزاف. وهاد المراحل كاينين من واحد حتى اربعه بهم يمكن لنا نعطيو العلاج ومن بهم تنقولوا للمريض ولا على حسب احصائيات واش المرض ديالو صعيب او لا ويمكن لنا نقدروا تقريبا هاد المريض شحال عنده
يمكن له يعيش بهذا المرض او لا. نعم صراحه نعم. كنشكرك دكتور بزاف على التوضيحات كلها، حيت بزاف ديال الناس بالنسبه لي سرطان الرئه راه هو واحد، لا راه كاينين مجموعه من الانواع، مجموعه من المراحل ديال التطور ديال المرض في لو كور ديالنا. ابسوليمون نعم، حتى العلاج كنظن كيختلف من مرحله لاخرى، وهذا اللي غادي نبغيو ندخلوا فيه الان. فاش كتوصلوا كدير واحد التشخيص شمولي للحاله ديالكم وكتعرفوا شنو هي المرحله اللي وصل لها المريض، نبداو من المرحله الاولى كيفاش كيكون التعامل معها في الشكل العلاجي ديالها؟ تقريبا المرحله الاولى والثانيه تيكون العلاج ديالها هو الجراحه، حيت الجراحه ممكنه ويمكن استئصال هذاك الورم. جينيرالمون تنحيدوا واحد الجزء من الرئه او الرئه كامله، من الافضل نحيدوا هي جزء من الرئه. وحتى دابا الاحصائيات وكاع لي زيتود اللي داروا تعطوا بان في هذه المرحله هذه الجراحه هي اللي تتعطي احسن نتيجه بالنسبه لهذا المريض. من بعد ندوزو للمرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة يمكن لينا نديرو فيها الجراحة إذا كان ممكن ولكن تتكون صعيبة، تنبداو جينيرالمون بالشيميوثيرابي أولا حتى لا غاديوثيرابي الأشعة باش نقصو من انتشار المرض أولا نقصو من الورم في الصدر باش يمكن لينا نوصلو هذاك الشيء باش يكون النتائج مزيانة. المرحلة الرابعة ما تتكونش كاع فيها الجراحة، تتكون فيها جينيرالمون لا شيميوثيرابي ولا غاديوثيرابي. وكاين دابا وسائل جديده وهما اللي تنسميوه العلاجات المستهدفه ولا لا ثيرابيوتيك سيبلي اولا العلاج المناعي هو لومينوثيرابي، تتكون في هذه المرحله الرابعه. ولكن خص يكونوا بعض هاد العلاجات الجديده تتمشي تدخيس الخليه في الوسط الخليه في لا دي ان ديالها، ما يمكنلناش نعطيهم الا ما درناش واحد لي تيست اوباغافون. هاد لي ثيرابيوتيك اللي كاينين جداد كاينين في المغرب، هي تتبقى شويه الكلفه غاليه، ماشي بالنسبه للمغرب بوحدو ولكن بالنسبه للعالم كامل. لذلك تنرجع الناس اللي في عالم متقدم فاش حسبوا الحسابات ديالهم، من الاحسن دير لو دياغنوستيك بكري باش يمكن لك تعالج مزيان وبكلفه قليله. نعم. ملي توصل هذيك المرحله الرابعه تتعطي هاد العلاجات تيتقاموا غاليين، ولكن النتائج ماشي بحال في المرحله الاولى والثانيه. نعم. مالغري كاع هاد لي ثيرابيوتيك لي جداد. نعم. انا دكتور غنبغيو نتكلموا ايضا على المضاعفات ديال هاد سرطان الرئه. فهاد المراحل كلها اللي تكلمتي شنو اللي كيوقع في الرئه ديالنا؟ يعني في المرحله الاولى كيبدا هذاك الورم واخا هو راه محصور او لا محدود وكتعرفوه فين كاين بالضبط، مي شنو اللي كيوقع الفونكسيونمون جينيرال ديال الرئه ديالنا؟ كما قلتي في الاول في المراحل الاولى تيكون صامت، هذيك علاش ما تنديروش دياغنوستيك تشخيص بكري، ما تيكونوش فيه اعراض، ما تيكونوش اعراض قليله. اللي عنده شويه تنقولوا بين قوسين الزهر ولكن راه عنده مرض. نعم. وخبيث تيكون عنده تيكون بعض الاعراض قليله جدا، هذاك الشيء علاش ما تيمشيش. جينيرالمون تيكون هذا المريض كان مشى دار واحد الراديو باش يدخل واحد الخدمه ولا مشى باش ياخذ الفيزا، هذيك هي فاش نديروا له الدياغنوستيك. من بعد اللي واعر في سرطان الرئه هو ملي تينتشر، ملي تينتشر يمكن يقيس الراس وتعطيك واحد بزاف تاع الاعراض المتعلقه بالراس، يمكن له يقيس الكبد ويعطيك بزاف الاعراض تقيس متعلقه بالكبد، تيولي مرض عام. وملي تيولي مرض عام تيولي تري ديفيسيل ومن الصعب تداوي الكبده الرئه الراس، هذا هو المشكل في سرطان الرئه. داكشي علاش مزيان دائما يكون عندي بيستاج بكري يمكن لينا، واحسن كاع نحبسوا السيجاره. هذه مساله مفروغ منها، تنعاودها بزاف باش ندوزو. ما كنفهموش ان واحد الانسان اللي كيكون مثلا مدخن وكيعرف راسو عنده سرطان الرئه وكيدير العمليه وكتلقاه مازال كيدخن في مجموعه من الحالات في اغلبيه الحالات، فهنا خصنا نفهموا ان الصحه ديالنا راه بيدينا وخصنا نهتموا بها وحنا نساعدوا الاطباء باش نعالجوا راسنا. نعم دكتور، واش التدخين بوحدو اللي يقدر يدينا سرطان الرئه ولا يعني مخدرات واحده اخرى اللي تقدر تدينا سرطان الرئه؟ التدخين تيعطي سرطان الرئه، عندك المخدرات ك اللي تتكما اللي كلها تدخن كلها حتى هي تعطي سرطان الرئه. الشيشه تعطي سرطان الرئه اكثر واكثر بكثير من التدخين، حيت ملي الواحد تيدخن واحد الشيشه تقريبا بحال اللي تيدخن واحد جوج ولا ثلاثه تاع الباكيه تاع الكارو. دونك الناس تيقول لك لا انا ما تندخنش انا خذ غير الشيشه، راه غلط. نعم 200%. ولكن باغ اكزومبل هذوك لي سيغاريت الكترونيك، دابا لي سيغاريت الكترونيك حتى دابا مازال اون با دو ريكول، ما عارفينش شنو غادي يعطيو. لي سول زيتود دابا اللي داروا بان لي سيغاريت الكترونيك
كاع داكشي كامل اللي تنشمو تيمشي في الدم وتيمشي تيدوز في الكبد. دابا ولا واحد المضاعفات في الكبد تاع لي سيجاريت الكترونيك. مي تنظنوا وكاع العلماء اللي تيتكلفوا بهذا الشيء تاع التدخين تيظنوا بان هذوك المواد اللي كاينين في لا سيجاريت الكترونيك لها مضاعفات حتى هي في الرئه. لا سيجاريت الكترونيك هي وسيله مزيانه باش نحيدوا من التدخين باش نقطعوا نهائيا، ولكن المشكل مع لا سيجاريت الكترونيك كاين الناس اللي تيبداوها ومن بعد تيمشيو للتدخين وسيرتو الشباب عندنا تيقول لك لا انا ما تنكمي والو يتنبخ لا سيجاريت الكترونيك، ولكن واحد الوقت يمشي عاوتاني للتدخين. اذا من الافضل نجنبوا لا سيجاريت الكترونيك ولا لا سيجاريت نورمال. نعم انا نمشي معك دكتور من غير المسائل اللي كيدخنوها باغ اكزومبل كاين مجموعه من المخدرات، ولكن كاين المخدرات اللي باغ اكزومبل كتشم او لا باغ اكزومبل كنسمعوا النفحه كنسمعوا مجموعه من المخدرات المشابهه. النفحه بحال الكارو داكور لا ميم شوز بحال السيجاره، النفحه بحال الكارو تعطي نفس الاعراض حيت تدوز وهذاك هذاك الشيء كله اللي كاين فيها تيدوز بالنسبه لي فوا ايرو ريسبيراتوار دونك تي تكتسبو دونك تيبقى واحد لي ديبو دونك تعطي نفس الشيء. نعم واليوم غادي خصنا نفهموا هذه المساله، هذه المسائل ديال التدخين والمخدرات فما غير تكون الا مضره للصحه ديالنا ما عمرها في الحياه كانت نافعه لو كور ديالنا. هنا دكتور نبغي نتكلموا شيئا ما على الوقايه او الناس اللي ديجا اكتشفوا عندهم واحد سرطان الرئه داروا العمليه باغ اكزومبل كتلقاو العلاج، شنو هما المسائل اللي خصهم يحطوا في بالهم باش يمكن العلاج ديالهم يكون ناجح؟ اولا غادي نعاود الكلام، اولا من الواحد يكون عنده سرطان الرئه ما يمكنلوش يبدا في واحد العلاج الا ما حبس التدخين. ثانيا خصو يكون عنده واحد ليجيان دو في، خصو كاع البلايص اللي تيكون فيها التدخين ما يمشيش لهم. الا كان تيخدم في واحد البلاصه اللي فيها التلوث، حنا كاطباء تنكتبوا للطبيب الطبيب اللي تيتكلف بهذيك الشركه بانه خصو يبدل البوست ديالو. خصو ملي تيكون عندك سرطان الرئه تيعني بان الرئه ديالك اللي تري فراجيل، دونك خصك كاع الحوايج اللي يمكن لهم يلوثوا تتكون في دي كورون دير، خصك تبدا دير شويه ديال الرياضه. نعم. خصك دير بزاف د الحوايج، خصك تكون عندك واحد ليجين دو في كي كوريكت باش هذاك الدواء ديالك اللي تيعطوا لك يمكن له يعطي واحد المفعول، وماشي تتعطي الدواء من واحد الجهه وتتهلك من جهه واحده اخرى. نعم وهذا هو اللي خصهم يردوا ليه البال جميع مرضى السرطانات بصفه عامه ولا اي مرض، خصنا نردوا البال للصحه ديالنا باش يمكن لو كور ديالنا يتجاوب مع العلاج. هنا دكتور نبغوا نتكلموا ايضا عن النسبه ديال النجاح ديال العلاج اليوم في سرطان الرئه، نبغوا نتكلموا فين وصلنا فين تطورنا احنا في المغرب وشنو هما النسب ديال النجاح ديال هذه العلاجات كلها اللي تكلمتي عليها. خصنا نعرفوا بان سرطان الرئه هو اللي تيجي اكثر عند الرجل في المغرب. النسبه تاع سرطان الرئه عند الرجل في المغرب 22% من السرطانات كلهم. بالنسبة للمرأة هو في المرتبة الخامسة، حيث المرأة المغربية الحمد لله ما بداش في التدخين كما المرأة الأوروبية. نعم. يلا تنشوفوا مالوغوزمون العيالات تيبداو يدخنوا باش يتقارنوا مع المرأة الأوروبية أو المرأة في الدول الأخرى. مثلا في الولايات المتحدة اليوم سرطان الرئة عند المرأة أكثر من سرطان تاع الثدي. داكور. الوغ كو سرطان تاع الثدي هو اللي منتشر اكثر عند المراه. علاش؟ حيت المراه في امريكا بدات بالتدخين قبل من كاع النساء في العالم. هذه اولا. ثانيا بالنسبه للمراحل والدول اللي كاين في المغرب فوالا النجاح، ملي يمكن ملي تكتشف واحد سرطان الرئه في المرحله الاولى والثانيه عندك اكثر من 60% للعلاج. نعم. حيت يمكن لك تفتح، يمكن لك تاخذ كاع الدوايات تكون باقي صحيح وداك الشيء. ملي تكتشفوا في المرحله الثالثه عندك اقل من 16% النجاح. شوف داكو. شوف النسبه كيفاش تهود دغيا. في المرحله الرابعه اقل من 5% في العلاج. داكو. واخا هذه الادويه الجديده يمكن باقي شي ادويه اللي خرجوها يعطيو واحد نسبه اكبر. لذا حنا تنركزوا بزاف على باش يتم الكشف على هذا سرطان الرئه. نعم. في المرحلة الأولى، إلا كنتي في المرحلة الأولى والأولى كاع عندك 80% تاع النسبة تاع العلاج، وتتشوف هذه النسبة كيفاش تهود دغيا دغيا من مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة. هذاك الشيء علاش هذا السرطان خطير والتشخيص في الأول ونوتامون ديبيستاج شيء جد مهم. نعم شكرا دكتور على النصائح اللي تقاسمتيها معنا ومع المشاهدين ديالنا، ولكن نبغيك تقدم لنا آخر نصيحة للمشاهدين ديالنا. آخر نصيحة للمشاهدين هو يحبسوا بعدا السيجارة. والناس اللي كماو والناس اللي دخنوا بزاف وهذاك الشيء خصهم ولا بدا يشوفوا الطبيب ديالهم ويقوموا مره في العام بفحوص فحص يمشيو عند الطبيب ديالهم. دكتور كنشكرك مره اخرى على النصائح كلها اللي تقاسمتي مع المشاهدين ديالنا في هذه الحلقه.